أتى الاتصال صباحا من البنك. لقد أقفلت جميع الحسابات، والسبب منذ أزمة القرم لم تتلقى الشركة طلبيات وليست لديها إيرادات منذ أسابيع. بنى إنغور تارنافسكي معمل تصنيع زجاجات البلاستيك منذ عام 2006، وسبق أن عمل في معمل مشابه في ألمانيا واشترى الآلات من هناك، لكنها النهاية الآن. مدير الإنتاج يوقف الآلات. عملنا لسنوات على بناء الشركة، سارت الأمور بتحسن في البداية، واستطعنا تشغيل العمال وتحسين وضعهم الاقتصادي، والآن انتهى كل شيء. المخزن ممتلئ ولكن لا أحد يشتري، وتردد الزبائن كبير، وهناك 130 عاملاً، ورغم أنهم لا يتلقون أي أجر إلا أنهم لا يريدون فقدان عملهم ويأملون في تحسن الوضع. لا يوجد عمل في الوقت الحالي. أنا هنا منذ سنتين، وكان لدينا دائما الكثير من العمل والطلبيات، وآمل أن يستمر العمل قريبا. ربما تتغير الأجواء. صندوق النقد الدولي وعد بتقديم قروض بالمليارات إلى أوكرانيا، ولربما تعطي البنوك المحلية إنغور تارنافسكي المال من جديد. عندئذ يمكنه استئناف عمله، ومن خلال اتفاقية الشراكة الموقعة حديثا بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يمكنه بيع بضائعه إلى الغرب دون جمارك. يجب أن تهدأ الأوضاع أولا، وبعدها سنحاول الحصول على قروض جديدة، ومن ثم علينا التغلب على العقبات البيروقراطية. نحن بحاجة إلى شهادة صحيحة لنتمكن من التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. هناك كثير من القصص المماثلة في المنطقة الصناعية على أطراف مدينة تنيبرو بيتروفسك التي يقطنها الملايين في شرق أوكرانيا. شارع كارل ماركس يحتوي على أضخم مراكز التسوق في المدينة. قبل أيام انتصب هنا تمثال لينين وتم تحطيمه خلال إحدى التظاهرات. يستخدم المكان حاليا للتذكير بضحايا ساحة الميدان. لم يشعر المرء في المنطقة الصناعية بالمظاهرات والاضطرابات، ولا يصدق إنغور تارنوفسكي حتى الآن أن شركته قد انتهت. نحن مجرد شركة صغيرة يعمل فيها 150 شخصا، لا يمكن مقارنتنا بالشركات الضخمة. نحن بحاجة إلى سياسيين يتركوننا نعمل بهدوء وإلى وضع قانوني مستقر. ليس هناك شيء واضح حاليا، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل. يراقب العمال الآلات على مدار الساعة، وإذا تعرضت التجهيزات التقنية الثمينة للسرقة في هذه الأوقات غير الآمنة، فهذا يعني نهاية هذا المصنع فعلاً.